هنا كالعادة بالمنصة الرئيسية سمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم، أيضا بالمنصة الرئيسية وسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم لتسليم الجوائز والرموز إلى الفائزين من خلال هذه الانطلاقات. الشوط الأول شوط الكأس، الإبكار المفتوح ذهب إلى الفائضة، هجن الرئاسة مع أحمد بن مطر بن مايد الخيلي ومحمد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي أيضا يتسلم هذه الكأس. وإخواني الكرام أيضا باستلام كأس الفائضة بشعار هجن الرئاسة العملاق، تهانينا والناموس. الشوط الثاني بندقية الجعدان المفتوح كان أيضا لهجن الرئاسة وسلطان بن محمد الوهيبي عملاق المضمرين يتسلم البندقية الخاصة بهذا الشوط للجعدان المفتوح، تهانينا والناموس لهذا الأداء المميز. الشوط الثالث كأس الإبكار المحليات ذهب إلى هيام لهجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي، هنا سيد سعيد الشيخ يتسلم هذه الكأس الغالية. وأنجاله الكرام أيضا في هذه الانطلاقات، تهانينا والناموس. والختام كان بندقية الجعدان المحليات وذهب إلى ريسينج لهجن زعبيل المملوكة لسمو الشيخ حمدان، لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، حيث استلام هذه البندقية من مضمر راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد المتألق. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، تهانينا لجميع الفائزين. شكرا سمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم على التكريم للفائزين. شكرا سعادة علي بن سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن بالتواجد المستمر لهذه الانطلاقات. هنا الشوط الأول الذي كان من نصيب الفائضة لهجن الرئاسة، وهنا أيضا الشوط الثاني الشهم لهجن الرئاسة، 8:47 و4 من الثانية في تحقيق هذا الانتصار والتحديات التي كانت حاضرة. ثم الشوط الثالث كان شوط هيام لهجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي، 8:52 وفاء وتماما وكمالا بتحقيق إنجاز متميز. وكان الختام برابع الأشواط والذي حمل بندقية الجعدان المحليات وجاء ريسينج لهجن زعبيل مع راشد محمد بن مروشة من الأجزاء من الثانية والتوقيت الأفضل في هذا المساء. نبارك الجميع ونواصل الانطلاقات من خلال هذه اللحظات لاستكمال أشواط هذا المساء.